احنا بيبقى عندنا ابطال كتير جدا بيحققوا انجازات وانتصارات كل يوم، يمكن 10 الصبح في الاهلي من البرامج اللي بتبقى حريصه جدا ان هي تستضيفهم، تتكلم معاهم وعن رحلتهم وعن كواليس النجاح وكل ده. النهارده بقى معانا بطل من ابطال العالم في الكيك بوكسنج، وهو كمان مدرب معتمد في حاجه يعني محترمه جدا. خلينا نرحب بضيفنا. بص بقى، هو عشان الميداليات دي كلها، وده انا كنت بفكر البسه على فكره، بس هو ما جاش حزامه ما شاء الله عليه حزام يعني. خلينا نرحب بضيفنا عمرو عبد الحميد، بطل العالم في الكيك بوكسنج والمدرب المعتمد. بونجور جدا. بونجور. وايه ما شاء الله انت جايب الحاجات دي، ده ناس وراك كانت شايله شنطه كبيره عندنا. لا ما شاء الله بجد يا عمرو. صباح الفل عليك كابتن عمرو، ومنورنا ومبروك كل هذا الكم من الانجازات الجميله المشرفه. سعداء بوجودك معانا، نورتنا في البرنامج. ربنا يبارك. وعايزين بقى نبتدي معاك اولا بالتعريف بشخصك وخلفيتك كلاعب ثم كمدرب، اخر البطولات اللي شاركت فيها، وبعد كده هنتكلم معاك بقى في تفاصيل كتير حول الرياضه نفسها اللي هي الكيك بوكسنج. تمام. انا في البدايه اسمي عمرو عبد الحميد، مدرب نادي الشيخ زايد ومدرب جيم ابطاون ماس، فيتنس مانجر. بدات حياتي من سن 10 سنوات، بدات اللعبه في البدايه خالص، بدات في بالكونوفو. بعد كده ربنا كرمني وعملت فيها بطوله، وبعد كده اتجهت لمجال الكيك بوكسنج لما بدات اعرف يعني ايه كيك بوكسنج. اتجهت للمجال ده، وبعد كده حققت اول بطوله في حياتي كان في 2004، كان بطوله محافظات، كانت بطوله محافظه الشرقيه. دي حياتي فيها اول يعني نقطه الانطلاق اللي وصلتنا في النهايه لهذا الكم من الانجازات. بالظبط. من سن 10 سنوات وانا في المجال ده، لان من صغري اصلا كنت بحب اتفرج على افلام بروسلي وجاكي شان والافلام دي. فطبعا كان حلم اي طفل ان هو بيقف قدام التلفزيون وبيحب ان هو يشوف بقى الناس بتلعب ازاي، ويحاول بقى يقف ويتعلم الحركات منهم والكلام ده. لما دخلت في مجال اللعبه وربنا كرمني وخدت اول، كانت بطوله جامده جدا، لعبت حوالي 4 ماتشات في يوم واحد، وكان فيها ضغط جامد قوي عليا. بعد كده ربنا كرمني، وبعد كده يعني بدات اتاهل لبطوله الجمهوريه. حلو. فربنا كرمني خدت فيها اول، انضميت لنادي اتحاد الشرطه، قعدت فيه فتره كبيره العب. بعد كده ربنا كرمني انضميت للمنتخب، بدات العب حياتي بقى بعد كده، وبدات اشارك في البطولات الدوليه، بطولات جمهوريه كتير، بطولات دوليه كتير، لحد ما الحمد لله وصلت للقب اللي انا فيه، هو لقب بطل العالم. ما شاء الله. اللهم امين. كانت فين البطوله دي؟ كانت اخر بطوله لعبتها كانت في 2018، كانت في شرم الشيخ. اوكي. ده لعبت لاعب من تونس والحمد لله كسبته. دي خدت فيها لقب اول عالم الحمد لله. لا بس انت حكيت لنا كده عن ايه زي ما بيقول الهيدلاين، لسه بقى عايزين نعرف الكواليس والقصه الحقيقيه اللي هي الابس اند داونز والتحديات. وعمر انا قادر اكمل مش قادر، رحلتي كانت شكلها عامل ازاي، مين كان داعم، مين كان بيتحداني، مين كان مصعبها عليا، يعني ايه اللي انت استغنيت عنه علشان اقدر اوصل لده. دي بقى القصص اللي احنا بنحب نسمعها عمر علشان كمان نتعلم منها، وتبقى حاجه زي كده بوش للشباب الصغير اللي بيتابعنا. انا في البدايه طبعا يعني اي حد بيجي يلعب مش شرط ان هو يكسب على طول، اكيد في مكسب وخساره، احنا بنلعب رياضه. أكيد. الرياضه مكسب وخساره، ففي ناس بتخسر يقول لك لا انا مش هكمل، انا انضربت وخسرت فاكيد مش هكمل. لا، ما انت مش هكمل، هتفضل طول حياتك بائس، لازم تكمل. وقعت مره هتقف تاني، وقعت مره هتقوم تقف لازم تاني، لازم تقبل ان في فعلا ابس اند داونز في الحياه عامه. اكيد يعني. فلازم تكمل حياتك. انا بدات اكمل حياتي، وبدات اشتغل على نفسي اكتر واكتر، بدات اعمل دايت كتير، بدات اظبط في اكلي، بدات اتمرن كتير ليل ونهار بتمرن، لحد ما حاولت ان انا ايه عندي هدف لازم اوصل له. الهدف دلوقتي كان من صغري ان ابقى بطل عالم في اللعبه دي، نفسي اتحدى ناس كتير، نفسي اسافر، نفسي اروح، نفسي اجي. فبدات العب كتير، فبدات اتحرك كتير، فالناس كانت بتبقى نايمه في بيوتها وفي عز التلج انا ببقى لابس وبطلع اجري. تمام. فالحياه ما بتقفش على حد، الحياه دايما لازم تكافح ولازم تتعب عشان تقدر تحقق هدفك. لازم تحط قدامك بوينت معين تشتغل عليه. انا كنت دايما حاطط قدام بوينت معين بشتغل عليه، بفضل دايما اسعى ان انا اوصل البوينت ده. فالحمد لله لحد ما ربنا كرمني ووصلت له. هي الحياه اصلا في البدايه يعني هي بتبقى صعبه في الاول، حاجه جديده انت بتجربها في اول مره لحياتك. اللعبه مش زي لعبه كره القدم، يا تجري ورا الكوره يا مثلا تجيب الجون وبعد كده. لا، هي اللعبه داخل يا قاتل مقتول، هي في الاول وفي الاخر رياضات دفاع عن النفس. فلازم عشان تلعب رياضه زي دي في ناس كتير بتفكر فيها انت عشان تلعب الرياضه دي، لا انا داخل عشان خاطر اتعلم الرياضه لهدف معين. طب ايه هدفك؟ واحد يقول لك انا داخل عشان خاطر لو انضربت في الشارع اعرف ادافع عن نفسي. واحد يقول لك انا عايز استخدمها في البلطجه. واحد يقول لك انا عايز استخدمها كوسيله دفاع عن النفس. هي في الاول وفي الاخر رياضه زي الرياضه، لازم تستخدمها صح، لازم تستخدمها بعقل. ما ينفعش ان انت مثلا تستخدم الرياضه دي علشان تروح تاذي الناس. ما ينفعش، لازم تستخدمها واحده واحده يعني. ده بالعكس، ده الابطال اللي بيتفوقوا دايما في اي رياضات قتاليه او رياضات عنيفه وفيها دفاع عن النفس. اكيد اكتر ناس في الدنيا مسالمين وعندهم صبر وطوله بال
مش موجود عندنا. بس ده ما يمنعش ان عمرو دخل خناقات اكيد قبل كده يعني. لا لا عمرو في حياتي ما اتخانقت خالص يا عمرو. عمري بتخاف على اللي قدامك؟ ها لا لا مش مساله بخاف يعني، اللي قدامي طبعا انا عارف قدرات الحمد لله، واللي قدامي برضه انا عارف قدرات اللي قدامي، فانا ما عنديش استعداد انا مثلا يعني اخاطر بحياتي وازل قدامي. طب ليه ازي ليه؟ يعني ده بقى فكر اللي هو العقلاني بالظبط. وفي الاول وفي الاخر هي روح رياضيه يعني، اللي قدامك مثلا انفعل عليك او غضب عليك خلاص يعني كلمه الله يسامحك وكلمه السلام. المفروض انك تسيبه وتمشي، دي ابسط الامور. فبيقول له في الاول الله يسامحك بعد كده يمشيك ويعجنه. يا ابني انا مش قلت لك الله يسامحك. الله يسامحك بعد كده بيعجنه على طول. طب احنا عايزين برضو فرصه نعرف الناس بتفاصيل الرياضة دي، وخصوصا أولياء الأمور اللي عندهم أولاد خجولين شوية زيادة، عنده انطوائيين حبتين، ما عندهمش الشخصية اللي تخليهم عندهم القدرة على الدفاع عن نفسهم، فبيلجأوا في كتير من الأحيان للنوع ده من الرياضات. فتقول لهم إيه عن رياضة الكيك بوكسينج؟ هي رياضة الكيك بوكسينج رياضة جميلة جدا، وبتعلم دايما إن أنت لو حد عنده انفعال جامد وعنده عدم ثبات انفعال وعنده غضب، دي بتخرجك من الحالة اللي أنت فيها. تمام. انت علشان خاطر تقدر تأسس ابنك في اللعبة دي لازم تحطه من البداية. يعني انت ممكن تخيل اللعبة دي مع كرة القدم، ماشي ابنك بيحب كرة القدم مفيش مشكلة، خليه يتمرنها، بس خليه يتمرن جنبها لعبة قتالية. من اول سن كام ينفع حد؟ من سن 5 سنوات، من سن 4 سنوات. طب ابتداء من سن كام يبقى تو ليت بالنسبة للطفل؟ هو على حسب قدرة المدرب نفسه وحسب انت عايزه على المستوى احترافي ولا هاوي يعني. لا على بس على صعيد الممارسة حد ذاتها عشان يكون الشخصية اللي احنا بنتكلم. ما انا اقول لحضرتك على حاجة، هو دلوقتي بتختلف من عقلية لعقلية. يعني في مثلا لاعب، في لعيبة بتستوجب بسرعة. تمام. اي حركة بتديها لها فبتلاقيهم دايما متفاعلين معاك. وفي لعيبة بتطوروا بسرعة يعني. وفي لعيبة يعني ممكن تقعد مثلا سنة عشان يتعلموا حركة، رغم ان انك بتتعب معاهم وبتكافح معاهم. بس هو مش حاطط اللعبة في دماغه، هو مجرد حاجة تأدية واجب. بس في ناس بقى من صغرها حاطين اللعبة ديت في دماغهم، بيبدأوا يسعوا لها اكتر، بيبدأ يتمرن اكتر، بحيث ان هو ايه عنده هدف يقدر يسعى له. فممكن تلاقي الشباب عندها بتاع يعني اطفال عندها 4 سنين و5 سنين و6 سنوات، تلاقيهم بيلعبوا قدامك تحس ان هم ابطال عالم، تحس ان هم عالم محترفين، تحس ان بروسلي في الستينات وفي السبعينات. طبعا. طب عمرو عايز اسالك على البنات، اللعبه دي فيها بنات او سيدات ورجال يعني، بتشوف برضو البنات ايه يعني متميزات في هذه الرياضه؟ احنا عرفنا يعني العاب القوه ان جنرال البنات تفوقت فيها وجابت لنا او احرزت يعني ميداليات كمان اولمبيه يعني. مش هنتكلم كتير بس ده بيحصل. ايوه طبعا. تحب انت قوي النقطه دي. ماشي. المهم كلمني اكتر برضو اللعبه اللي هي بقى الناحيه النسائيه. انت اكيد برضو كمدرب كنت شايف. انا بحب دايما يعني ما بحبش اشوف على الصوره الحاليه، بحب اشوف ما وراء النجاح ده. فقصص برضو احكيها لنا عن البنات تحديدا في رياضه الكيك بوكسينج، لان على فكره هي منتشره بشكل كبير يعني عدد كبير جدا. انا اقول لحضرتك على حاجه، هو المفروض اصلا يعتبر من اساسيات اللعبه البنات. يعني البنات اصلا المفروض اي حد او اي اب مثلا عنده بنت المفروض ان هو يعلمه لعبه الدفاع عن النفس. بالزبط. طبعا احنا هتمشي في الشارع لازم تتعرض لاي موقف، لازم تتعرض لاي موقف، في الوسيله دي تعرف تدافع عن نفسها كويس. فدايما الاب مخلي مثلا بنته ماشيه في الشارع ومطمن عليها وخايف عليها، يعني ما يخافش عليها، هو خايف على الناس. خايف على الناس منها، يبقى ماشي ايه ساب راجل وراه. انا كان في بنات بيتمرنوا معايا زمان اتعرض له موقف قبل كده وعرفوا يدافعوا عن نفسهم جامد قوي، الناس كانوا بيقفوا في الشارع بيستغربوا هم ازاي بيتعاملوا بالطريقه دي. يعني البنت زيها زي الولد في كل حاجه، حتى في اللعبه برضو بتتعامل زيها زي الولد. يعني ما بنحطش مثلا ليميت معين بين البنت والولد، الرولز واحده كل حاجه السيم يعني. بالظبط. اصل هي لعبه دفاع عن النفس ولعبه فنون قتال، فانت اكيد لو اتعرضت لاي موقف في الشارع مش هتعرض البنت، هتعرض من الولد. فلازم تعمل احتكاك كتير مع الشباب، ولازم تلعب فايتات كتير مع الشباب بحيث ان هي ايه يبقى عظمها ناشف. واخد بال حضرتك؟ فدي اكتر حاجه ممكن مثلا الاب يعلمها لبنته من صغرها، ان هي تبدا تتعلم اللعبه دي، تبدا تتحرك كتير، تبدا هي الحقيقه الرياضه يعني مفيده على كل الاصعده يعني من كل النواحي، حتى نفسيا، وحته الثبات الانفعالي والاتزان والسيطره على الغضب، كل دي امور برضو بتلاقيها دايما قواسم مشتركه عند معظم الناس اللي بيمارسوا النوع ده من الرياضات. على كل الاحوال مليون مبروك، هذا الكم من الانجازات المشرفه، ونتمنى لك المزيد من النجاحات ان شاء الله، ونورتنا في حلقتنا النهارده. ربنا يبارك لك يا استاذ كريم، ربنا يخليك، وبشكر حضرتك جدا جدا، وبشكرك يا زينة،
والف الف مبروك على التكريم. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. وبجد انا فخور ومبسوط قوي قوي ان قاعد قدام حضراتكم. ربنا يخليك. لا انت منورنا، وقناه الاهلي اكيد يعني سعيده ان انت تكون معانا. انت بطل العالم. انا لسه كنت هقول لك برافو عليك، ده ذكاء. لا مبروك مره ثانيه ومزيد من التالق. ممكن يكون الواحد مسيرته الرياضيه في الملاعب خلصت، ولكن بتستمر بقى فكره ان التدريب وفكره ان انت تنقل خبرتك للاجيال الجديده، دي برضو رساله في حد ذاتها مهمه جدا. أكيد. فان شاء الله ربنا يوفقك يا عمرو. طيب احنا هنروح فاصل ونرجع بعدين نكمل كلام. اتفضل.